مثل مثلا شرب الشاي بعد الأكل، الشاي يشرب بعد الأكل، الشاي يشرب بعد اللحم. لماذا؟ لأن الكاتيشين الموجودة، البوليفينول الموجود في الشاي الذي يقي الجسم من السرطان، مع الكلوروفيل، الشاي كذلك في الكلوروفايل، هذه المادتان هي أكثر بكثير مما يتلف من الحديد. وأهمية الشاي بعد الأكل هي أكثر بكثير من القسط الذي يتلفه من الحديد. أما كون أن حمض الطانيك الموجود في الشاي هو يشد الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم ويسبب أنيميا، هذا كذب على الناس، وليس هناك بحث أجري حول هذه الأشياء. نعم، حمض الطانيك يشد الحديد، ولكن هذه دراسة أجريت في المختبر كنسميها ان فيترو، هي لم تجرى على فيزيولوجية الجسم ولم تجرى حتى على الفئران. ولذلك فالشاي يشرب بعد الأكل لأنه هاضم، ولأن فيه مواد مضادة للأكسدة وهي التي تقي الجسم، يعني